في الحقيقة كل ما قيل أو يقال عن الحسين لا يعبر حتى عن واحد بالمليون مما له من المقام عند ربه، لكن الإشارات تقول الحسين زين السماوات. زين السماوات، زين السماوات كلمة أطلقها النبي كما يقول أحد الصحابة، قال كنت عند رسول الله فدخل الحسين فقال له مرحبا بزين السماوات، أو يقول أن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض، يعني أن الحسين في الملكوت الأعلى أكبر منه في الأراضين السفلى. فمهما رفع الناس من شأن رسول الله ومن شأن أهل بيته فهذا لن يصل إلى مقام هؤلاء عند ربه، لا نستطيع أن نستوعب مقامهم عند الله.